دلوقتي هنعمل مع بعض المسخن. مسخن الاردني. سيبوهم انا افردهم. سيبوهم انا افردهم. اقول لحضرتك المقادير. ايوه. بالنسبه للمقادير احنا بنجيب كيلو سمك فيليه. أيوة. متقطع مكعبات، وكوب لوز محمر او صنوبر على حسب اللي موجود في البيت، واربع سمرات بصل بعملهم طرنشات. وفي عندي اختيارات كتيره، اما ان انا بجيب عيش تورتيلا، او بجيب عيش لبناني، او كراب، او رقاق طري على حسب انا بحب ايه، او عيش سوري او عيش توري على حسب يعني ست البيت بتحب ايه. وطبعا عندي ملح وفلفل، ده اساسي. وفي سماء. السماء ده عباره عن توابل برضو. وفي بشره جوز الطيب. وفي زيت زيتون عشان انا بشوح السمك مع البصل فيه. وعندي 2 كوب جبنه موتزاريلا. أيوة. علشان بحط عليها جوه وقبل اللف يعني. وبعدين عندي كمان كوب مرق سمك. جميل. يعني اللي ما عندوش مرق سمك ممكن يجيب مكعبات المرق ويحطها في ميه مغليه هتديني المرقه. او على حسب. ما عندوش بقى مرق سمك، اللي ما عندوش بقى يجيب راس سمكايه. أيوة. ويكسر عليها بصل وجزر وكرفس، او الراس بتاعه الجمبري. والعظم بتاع السمك. جميل. ويعملهم مع بصلايه. واحنا شغالين. اوكي. عارفه ان احنا الوقت يعني هنبدا بقى مشكله. انا هنا بستخدم له زيت زيتون. جميل. اوكي. انا زيت زيتون على على اللبقة على السمك. والسمك والبصل. وهجيب معلقة. لا انا مش هحتاج، كله هيبقى في طاسة واحدة. أول حاجة حطيتها حطيت كمية من زيت الزيتون. لأن المسخن بيحب زيت زيتون. أيوه. عشان بتشوح فيها البصل اللي مقطعاه شرايح. على فكرة هي اللي مقطعة كل الحاجات دي. احنا بس كنا عشان خاطر هي عارفة مقدار الحاجات اللي بتعملها. أهم حاجة في المسخن البصل يكون كتير. وزيت الزيتون. ألو استاذه اسراء. الو. ايوه. الو. اهلا بيكي. اي استاذ، معلش كنت عايزه اسال على الكبسه بالشاورما على ايه؟ على اي اسراء؟ الكبسه الكبسه بالشاورما. اسمح لي شوف علشان نسرع. عشان نسرع عايزه طاسه ثانيه. ده انت كلتها فين دي؟ كلتها فين دي؟ قصدك فتت شاورما؟ كلتها عندنا في البيت بس ما كنتش عارفه اعمل. فتت شاورما ولا كبسه بالشاورما؟ يا اسراء. لا فتت شاورما. الكبسه الكبسه بالشاورما. الكبسه والشاورما. اه طيب، يعني سؤالين مش سؤال واحد. شفت بقى عشان مجدي عمال يقول الكبسه بالشاورما كبسه بالشاورما. حاضر، كبسه وشاورما. حاضر. حاجه تانية هقول لك عليها. حاضر، من عينيا الاثنين. اسمح لي شوف، احنا عشان الوقت عايزين طاسه تانية عشان نحمر السمك. حاضر. عشان ناخد بس ايه وقتنا بسرعه. ممكن ناخد وقت كده سريع. مفيش مشكله. اوكي. هات كده طاسه تانية او الوك التاني. فين يا سهل؟ وهاخد فيها قليل من الزيت برضو. الزيتون كيلو من سمك الفيليه. بتتبليه بايه بقى؟ لا انا مش بتبله، انا المسخن هو زي ما هو متقطع مكعبات، وبخلي البصل يعني يدبل. بس مش يدبل قليل، مش تشويحه، لا يدبل قوي. احسن عشان دي عريضه اكتر. اوكي. على فكره حلوه الووك برضو، مفيش مشكله. او ازي وش يعني. لا دي اسرع عشان اوكي هتدينا اللي احنا عايزينه. هنسيب دي تسخن برضو هنا. تمام. معانا وكده احنا هنحتاج فص الثوم. جميل. تاني نركز، حطينا حوالي 3 4 معالق زيت زيتون، وحطينا عليهم البصل. 4 شرايح من 4 بصلات متقطعين متقطعه شرايح. وفص واحد ثوم. وفص واحد ثوم. جميل. بشوحه قوي يا شيف. نعم. يعني يبقى دبلان شويه عشان يدي يطلع السكر اللي فيه. ده المقصود منه انه يطلع يعني السكر. كارميل. يطلع جميل. السكر. طب هنحط بقى السمك. اوكي. هنا بقى دي خلاص سخنت، هحط السمك. كيلو من سمك. كيلو من سمك مكعبات. وهنا حوالي برضو تقريبا كيلو كيلو ربع بصل. 4 بصلات كبار يعني يعملوا من كيلو لكيلو ربع. صح يا مجدي؟ هو احنا ممكن. طيب. نزود النار هنا يا شيف لو سمحت. ما دي اخر حاجه. اوكي مفيش مشكله. بس جايز يكون انفصل ممكن. لا شغال شغال. اوكي شغال، بس انت مستعجل علشان الوقت بس يا شيف. لا خالص، ان شاء الله احنا لغايه دلوقتي كويسين مفيش مشكله. تمام. عايز اقول بس حاجه. اتفضل. انت طبعا بتتبلي ملح وفلفل حاجه تانية. وبحط اللومي بكسرها نصين ولا كسره كده؟ لا بكسرها كاني كده يعني بدقها. حلو قوي. طيب عشان هو بيطلع طعمه. جميل. بيدي مزازه. انا هتحشي بعد كده الكريب في الرول. او في الرول. ما هيبقى فيه قطع من الليمون.
ماشي. لا ما هو ايه بقى؟ بيدي طعم حلو. بس في حاجه لا. بقى انا ممكن اعمل ايه؟ انا بالنسبه لي بجيب شاشه وبحط فيها كل التوابل، هو ده اللي انا بتكلم وبربطها عليه. وبحطها. لازم نقول المعلومه الصغيره بس دي، اخد الطعم اللي انا عايزه. بتقول انا بكسره، فلو كسرته قطع هيخش جوه ايه؟ جوه الاكله بتاعتنا. هنيجي ناكل هنحس بمراره الليمون الناشف جوه الاكل. بس على فكره هو بيدي مزازه حلوه قوي. بس لا بس ما ينفعش يتاكل كده مباشر. لا معلش سامحيني بقى، عشان كده شيشه. انا المهنه بتطغى عليا يعني دايما عشان كده بقول لك شيشه. انا بعمل كده حتى في الشوربه على فكره. انا مش بعترض عليها والله يا لا لا مش لكن انا لا معلومه لما تكون بتتقال لازم نعدلها عشان خاطر في حاجات بسيطه قوي ممكن تبوظ اكله زي دي. لا انا عشان كده عندي بحط شيشه. لا من غير شاشه كمان فكره. نطحن ربع معلقه صغيره. مفيش مشكله. طحن ناعم جدا يعني. ناخد الليمونه نحطها في المطحنه ونطحنها ناعم قوي، وناخد شويه كده بالايد نحطهم عليها هتدي الطعم اللي هي عايزاه. وفي نفس الوقت مفيش قطع كبيره تيجي تحت سناني. يعني انا بستغرب مع احترامي للجميع يعني ان في ناس بتعمل الرز البسمتي وهنقول عليه دلوقتي، فبيحطوا المسمار اللي هو القرنفل زي ما هو والحبهان زي ما هو، فلما اجي اكل الاقيه تحت سناني. اي منطق؟ ما ينفعش يا ام هبه. الو ازيك يا شفيوت؟ اهلا بحضرتك. انا حضرتك طيب. وحضرتك طيبه ربنا يخليك. لو سمحتي يا شفيوت، الشوكولاته السايبه اللي بتعمل سندوتشات دي طريقتها. الشوكولاته اللي بتاع في البطرمانات. ايوه حاضر من عينيا. اشكرك. هقول لك عليها حاضر. حاجه تانية؟ شكرا يا شفيوت. تحت امرك. شكرا. مش عايزين نقول اسماء، لكن هي عباره عن بندق محمص. بندق محمص حوالي نص كوبايه، بحط عليها نص كوبايه من الزيت في الكبه، وبعدين في نفس الوقت وهي بتطحن مع بعضها بدلها حوالي كوباية من الشوكولاتة السايحة الباردة. يعني ايه سايحة باردة؟ يعني سيحتها في حمام مية وسبتها لغاية ما بقت بدرجة حرارة الجسم او اقل شوية، بقت كده طبيعية يعني زي الجو اللي احنا حوالينا. ناخدها نصبها عليه والخلاط شغال او الكبة شغالة هتدينا نفس الشوكولاتة اللي بتشتروها. انا بس هقولك على فكرة تانية يا خدمة. تفضل. لو انت عايزة تاخدي النكهة بتاعت الليمون المجفف هتجيبي شوكة واخرمها وتخرميها. كل الحاجات دي الافكار بتيجي واحنا شغالين كده اهو. اوكي بعملها كتير برضو. نخرمها كده ونحطها. اوكي والتانية هي بس از تيست مش اكتر جميل. يعني اوكي وهتحط انت قلت لي هحط عصير ليمون. هعصر عشان بتدي مزازة حلوة. اجمل حاجه ان احنا بنسيب الناس براحتها. طب انا دلوقتي حضرتك انا الليمون. عملت ايه بقى؟ انا يعني شوحت شويه السمك. نعم. وبعدين نقلته مع البصل علشان ياخدوا طعم بعض. جميل. مصفى يا سعد. اوكي وبعدين هنزل عليه بالسماء وبالقرفه. بنحط بقى المنكهات كلها، كل المنكهات. قرفه خشب. ها نعم قرفه خشب لانها قرفة خشب. زي اللومي بالظبط. از تيست مش اكتر. احنا بقى هنحط هنحط بشره جوز الطيب كمان. أوكي. وبشرة جوزة الطيب هنحطها حالا. يبقى احنا حطينا البصل، حطينا السمك والسماء، حطينا السماء اللومي، القرفه الخشب. جميل. عايزه اقول حطيت ملح وفلفل. هو ملح وفلفل اساس احنا حطينا. يبقى انت عايزه بس ال بشرة جوزة الطيب. كان في هنا في البوله الصغيره اهي، ادي جوزة الطيب. حطي اللي انت عايزاه. جيبها لك سليمه. بس اسمح لي لو نخفض ده لانه حاضر حرق جدا يعني. لا ما هو انت كنت بتشكي دلوقتي من قله الحراره. ما عشان اتبسطي يعني انت يا شيف. جميل. يعني بس عايز برضو نعقب ان هي عامله كريب، بس غير الكريب اللي انا عملته مثلا اول امبارح. انا كنت يوم السبت عامل كريب. الله يخليك يا حبيبي ربنا يكرمك. اللي كان فيه جبن ده اصل مجدي كان نص البتاع. يا مجدي بالراحه. يا مجدي الله يخليك. ده يعني للتذوق. استأذنك عايز المرق يا شيف؟ مش للغدا. هو مش عايز يقتنع يا شيف. واحنا قلنا المرقه قد ايه؟ بس حبه صغيرين قوي. حبه صغيرين مرقه سمك ونسيبه يغلي مع بعضه. احنا ممكن بقى نكمره عشان نكمره. حاضر بالغطا. فين الغطا؟ شكرا اهو. ونسيبه بس ايه يعمل يعني كل الخلطه شويه صغيرين بس يتكمل تتجانس مع بعض. ايوه الكريب انا فردناه اهو. تمام. تقدر ممكن تقول لنا مقادير الكريب اللي انت عاملاه ده؟ انا بحط حليب مع يعني مثلا كوبايتين حليب، وبحط عليهم اربع بياض بيض، وبحط معلقه سكر ومعلقه ملح بس اللي هي في حجم دي. جميل. ولو انا هعمله حلو بحط سنه فانيليا. كام دقيقة؟
بالنسبه للدقيق بحط بالظبط على مقدار الكوبايتين نص كوبايه دقيق، علشان لما يتدري بيبقى خفيف، لان هو لما بيستوي انا عايزاه يبقى هش ورقه خفيفه مش تقيل، والحراف ما تبقاش تخينه زي ما حضرتك شايف كده. بس انا مش بسويه على بدهن الزيت او حاجه، لا عندي مكنه خاصه بالكريب فبحطها عليه من غير اي مواد دهنيه يعني. فهمت. بس كده. طيب بس انا عاملاه كبير عشان يبقى الرول مظبوط. فردنا فردنا تمام. دلوقتي عملنا الحشوه، كان عباره عن اربع بصلات متقطعين شرايح معاهم اربع معالق زيت زيتون، اتشوحوا دبلوا نزلوا الكراميل بتاعهم. كنا في نفس الوقت بنشوح السمك المتقطع مكعبات، نزلنا عليه وبعد كده حطينا عليه اللومي باسرا اللي هو الليمون الجاف، وكمان عصير ليمونه سليمه، وشويه من السماق حوالي معلقه كبيره. أيوة. وملح وبشره جوز الطيب وملح وفلفل، كل ده كمرناه مع بعضه، والكريب فردناه. كل اللي هنعمله هنحط جبنه موتزاريلا. هنحط بس الاول شويه موتزاريلا، ممكن نوريهم كده. حطي بايديكي. ايوه بعمل بس كده شويه جبنه موتزاريلا، يعني حوالي معلقه معلقه بمعلقه الاكل. اوكي معلقه هنا بس. ومعلقه هنا، وبعد كده هنغرف عليه السمك بتاعنا ونبصمه على الشوايه. مش هنعمل اي حاجه لغايه ما نرجع من الفاصل السريع، محدش يروح في اي مكان، خليكم معانا عشان تشوفوا الممتع والعزومه البيتي على تلفزيون الحياه، ولكن بعد الفاصل.